مسلسل بلاك بيرد الطائر الأسود من إنتاج أبل تي في 2022 هو عبارة على اون ميني سيري مسلسل قصير في موسم واحد في 6 الحلقات بحال شي فيلم طويل في 6 السوايع من إبداع دينيس لوان واللي هو كاتب اللي الروايات ديالو المشوقة والمثيرة انسبيرات بزاف ديال المخرجين في الأفلام ديالو بحال فيلم ميستيك ريفر من إخراج كلينت إيستوود في 2003 وبطولة شامبين وتيم روبينز ولا فيلم شاتر ايلاند اللي تكلمت عليه من قبل واللي من اخراج مارتين سكورسيزي في 2010 وبطولة ليوناردو دي كابريو ومارك بوفالو وهاد الافلام من نوع تريلر افلام الاثاره والتشويق والكاتب دينيس لوان اللي حاز على عده جوائز ادبيه استعان في تطوير مسلسل بلاك بيرد بروايه عن السيره الذاتيه ديال جيمس كين تحت عنوان ان ويد ديفل مع الشيطان يعني هذا المسلسل مأخوذ من قصه واقعيه والاحداث ديالو واقعين في التسعينات في شيكاغو دايرين على جيمس كين اللي تيلعب الدور ديالو تشيرون ايجرتون واللي هو ديلر ديال الدروغ باقي شاب انيق وسبورتيف ومالي فراسو وسوسيابل مع بنادم وعايش الحياه السعيده اللاقه والطوموبيلات والتواشه حتى لواحد النهار غادي يقرقبوا عليه الاف بي اي ويحكموا عليه من بعد 10 سنين وحياته غادي تتشقلب سفاعله على وبا اللي تيلعب الدور ديالو ري ليوتا اللي مات مؤخرا الله يرحمه مريض وخاصو اللي يعاونو جيمس واحل وما عنده كيفاش يدير في نفس الوقت ولايه انديانا والنواحي ديالها وقع فيها واحد السلسله الاختفاءات ديال البنات والبوليس عندهم واحد السوسبي واحد السيد شاكين فيه اسمه ليري هول تيلعب الدور ديالو بول والتر واخا غادي يعترف لهم بلي راه قتلوا وحده من الضحايا ما غاديش يتيقوه حيت ما صرحش بفين كاينه الجثه والا ما كايناش الجثه ما كاين والو وهو باين عليه بحال الا شويه مخيبر وتيهضر لهم على الاحلام ولي فونتازم ديالو البوليس ما عرفو منين يشدوه واخا كاينين بعض الدلائل والحجج اللي تقدر تغرقو بحال الفان ديالو اللي شافوه الناس في شي بلايص قرابين اللي فين غبروا البنات ولكن البوليس قنعوا ريوسهم بالله تخينا باغي غير اللي يديها فيه وباغي شي شويه الشهره وتيتسطى علينا وما يطلقوه ولكن عاودوا استدعوه من بعد ملي لقاو دلائل اخرى وحقق معاه المفتش براين ميرر اللي تيلعب الدور ديالو غريغوري كينر وزير معاه الشغل مزيان حتى اعترف بالله خطف وحده من الضحايا والبوليس بداو تيفهموا بالله يقدر يكون هو داك القاتل المتسلسل اللي خطف وقتل اكثر من 14 البنت ما بين 1980 و1994 ولكن ما عارفينش فين كاينين الجثث حيت لاري ما عرف لهم بوالو والمحامي ديالو لقى واحد الثغره منين يدوز للسيستم باش يخف عليه العقوبه والبوليس مخلوعين اللي يمشي يخرج عاوتاني ويكمل المسيره ديالو الدمويه وغيلتجئوا لواحد الحل غريب خاصهم شي واحد اللي يتصاحب مع المتهم ديالهم ليري في الحبس اللي هو فيه ويجر منه الهضره حتى يعترف ليه بالجرائم واماكن الجثث ديال الضحايا ملي غيكونوا تيقلبوا في الدواسه ديال الحباسه باش يلقاو لي كونديدا ايديال لهاد المهمه غتبان لهم في جيمس كين داك الديلر ديال الدروغ اللي مضروب ب 10 سنين وحيت هو كاريزماتيك وسوسيابل وذكي ودغيا تيتسلق مع بنادم يقدر ينجح في هاد المهمه وغيقترحوا عليه واحد الدير الا مشى حتى اعترف ليه القتال باماكن الجثث غادي يحيدوا ليه التهم ويخرج براءه ولكن خاصهم ينقلوه لسبرينغفيلد فين كاين واحد الحبس ديال اخطر المجرمين اللي عليه حراسه مشدده فين مشدود ليري هول وجيمس غادي يوافق وغادي يلقى راسو مع القتاله والجزاره وخاصو يدير داكشي اللي جا عليه الا بغى يخرج من هاد الجحيم وشويه بشويه غادي يتعرف على ليري ويغوص معاه في المستنقعات ديال دماغو باش يجبد منه الهضره واش هو لو تيغون سيري ولا تيتسطى عليهم بطبيعه الحال القصه غادي تعنك شو تمشي بينا بيه هاد المسلسل زوين ويستاهل المشاهده بحال شي فيلم طويل كي قلت لكم ودينيس لوان احترم لو ماتيريال دو باز واللي هو الروايه عن السيره الذاتيه ديال جيمس كين قدر المستطاع وعاود الاحداث كيف كانوا في الواقع بلا ما يحتاج يكثر حيت الحقيقه قاضيه الغرض طبيعه الحال غيكونوا زادوا شي تويشيات عاديه ولكن ماشي بزاف هو يا مسلسل ما صالحش نهائيا للدراري الصغار وحتى لو بوبليك سونسيبل حيت الموضوع مظلم وفيه الرعب النفسي والحاجه اللي زادت زينات مسلسل بلاك بيرد بالنسبه ليا هي الموسيقى التصويريه اللي تكلف بها موغوي واحد الجروب سكوتلندي ديال بوست روك اللي هو واحد النوع ديال الروك واللي كتعجبني موسيقتهم بزاف هذا المسلسل صدق وحقق نجاح والممثل بول واتر اللي قام بالدور ديال المتهم ليري هور حاز على جائزة أفضل ممثل مساعد في The Golden Globe Awards ديال 2023 المهم هذا ما كان شكرا بزاف على المشاهدة وتهلاو في ريوسكم حتى نتقاشعو من بعد